كسر هالدنيا فيها حكايات، اضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات، ما احلى هالدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا، ما احلى هالدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا، اضحك للدنيا صحيتك يا سبياح. اخي ماكش ماشي للخدمة اليوم؟ لا اليوم وصيت سنية باش تحل وحدها، وانا باش نقعد ننقذ هالدار. والله بجهد يا تدي. نعرف لنا شقلت لك يا بنيتي، اما ما هي الدار كبيرة عليك ويلزمك العينة، حتى البنيات دللتهم وحلت فيهم. مش طيب اليوم؟ اليوم قلت نعمل كسكسي ونطيب شي حاجتين ولا ثلاثة للجمعة الجاية كان حيانا ربي. يا كسكسي ان شاء الله يطلع بالعلوش، ونزيدو ناخذ معاه فيم البن. الله 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 الله، علوش والبن ما قصرتش تحب تقتلني ضربه واحده، مش عملوه بالبقري؟ ايوا يا ولدي، كسكسي بالبقري يتسمى كسكسي هو. الله غالب بنيتي، ما عادش عندي بدن انا العلوش، فهمت؟ وزيد اليوم باش ننقذوا الدهر وباش نجردوا نفنشوا بالماكله. شو تجردوا؟ باكي تعرفي سي محمود ما يحبش القضيه الكبيره نهار لحد. الله غالب عليا وعليه، هذا النهار الوحيد اللي لقيته باش ننقذ فيه دنيتي، حاجه لازمه. اما لنبدا نمشي نشور الزريبي. الزريبي خليهم للشمس ومن بعد يتنفذوا، وباش نحكوا بالله ونحبكم اليد باليد انت والبنات اليوم، يسر عليك وحدك. بيه بيه، غير انت برك ارتاحي وشربي قهوتك. راحت المجنون من عقله. فاطمه يا روح فطومه. لله، البيوش والخربشة وين حطيتهم؟ في بيت الصابون. شنو مرزوقة؟ مش تقدرنا جنينة اليوم؟ اش باش نعمل مادام قمت في فورمة وعمك علي عنده مدة مازال شي جنان. ذر عنده مشكلة مع الطقس، كان صبت الشتاء يقول لك الدنيا مطبعة، وكان زرقة الشمس يقول لك سخانة ياسر. ريت عمل فيها نشرة جوية، هو قال لك كيما كان طب تندبي وكان صحا تندبي. ويعدي شطر الوقت يشرب في التاي، وشطر الاخر يحكي وقداش عنده نظريات في الفلاحه، والنتيجه ربي يجيبها. رشيد فلاح على حاله. ريت المدلينه كيفاش العامله، قال ما جابتش على خاطر ما داويناش. كيف داوينا ما جابتش؟ انت كيفاش يا عم علي؟ تو ثبت روحك، نداويه ولا ما نداويهوش؟ قال لي مو كيف نداويه، الزهره ما تلقحش. اي بالضبط 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 بالضبط. لا، وكعبه الخص اللي كلاهم الدود. قال لي سير زوقة شرينا دواء الدود. شريت له دواء الدود يا اخي، رصات الدود مات وكعبات الخص كلاهم الببوش. فكر كعبات الانزاس ما هو جاي هايلين ويشر، جاو العصافر نقروهم وكلاو. قال لي تعرف كيفاش؟ حطهم في شكاير، حطهم في شكاير داودو. وحكيت العصافر هذه، حكيت العصافر هذه. انا نعرف العصافر مجعولين باش يزفروا ويزقزقوا، رصت لهم يزفروا ويزقزقوا في جناين الجيران ويزقوا في رواحهم في جنينتي انا. اطلب اللطف.
حتى الكعبات اللي يمنعوا يرزوقة يسرقوهم ولاد الجيران. تعرف كيفاش؟ زلز عليها الكل. شنو؟ وإحنا مرتاحين. لا فوسفات، لا مونيتر، لا مصروف جنان، لا حتى شيء. شوف شنو؟ نزلز، نزلز. إيه والخضار، الخضار، الأكسجين. الخضار، كنت وحش والخضار مشهور بالفيدير. مرناق، ها تعطيني الماتريال خنمشي نعزقها. رزوقة. آه. باش تعزق جنينة توا؟ طبعًا. به أنا باش نمسح ونسيق، ما توسخليش الدنيا. شنو؟ فما واحد يقد الجنينة متاعه من غير طبعة ومن غير وسخ؟ هذه حتى في أمريكا ماش موجودة. به جرب ساعتك ما لوسخ لي الدنيا، والله لما نصب عليك استل الماء. باردة. سخون يا رزوقة. ريم. يا ريم. يا عم يا عيش بنتي لما الزرابي. هاي سيدي. زوز كيلو هبر عجول. زوز كيلو؟ اي. برشا ظهر لك؟ لا لا. اي. وخضرة كسكسي. خضر كالعادة منا. لا مش كما العادة، خضرة كسكسي فقط. خاطر المرة الأخرى عبيت لي القفة بالخضرة اللي ما تسلحليش. باهي. يفضلك. شوية لوبيا شايحة وحمص وفلفل شايح وثوم ورند. يا أخي باش نقضيو قضية جمعة ولا قضية عام؟ يا ولدي ماني نغتنم فرصة نلقى حويجة في تركينا. أنا نهار راحتي أنا نعدي صبحية في السوق. نهار راحتك أنت، نهار الكرفي نتاعي أنا. أنت قفة تحطها في الكهرباء. أمانة جوين حيتهدد بهذين القضية. وزيد منك ترى أصحابك تقرأ جريدتك تشرب قهوتك وتقضين. أش فيه؟ باهي يا لالا باهي. باهي. أما نبتة شوية راهو. ما يسالش. نهار أحد نفطر وما خرجش كان عليه. وزيد أنا باش نجرد الدار قد ما توخر يساعد. هكا. معناها شي من النهار معناها. مالاش نعملتي هذا النهار اللي لقيته باش ننقذ دنيتي بهيشي. باهي. وانا ربي ينقذني انا. خل نرتاح. اقصد ربي يقصد ربي ويزي صبح. اش تعمل يا اخي شريفة على الفجر؟ الفجر متاعك التسعة متاع الصباح؟ هاك تشوفي في ليه نلم في الزربيه مش نمشي ناشور فيه ومن بعد تالي نجردو الدار. وعليه زيد؟ عليها خاطر الخخ والمشميش. هي على خاطر امك قالت اليوم مش تنظفوا الدار الكل الكل. شنو نهار لحد نهار راحتي باش تقوموا تزرقوا الدار؟ اوه ما لا فدا باش نقوموا مش باش تقوموا على خاطر انت زاده باش تقوموا معانا باش نجردوا ونغسلوا الشباك. فهمت؟ ليه ها انا ما نجردش عندي كتف قرايه. اي ثبت روحك نهار راحتك ولا قرايتك. اسمع برا مشي يفطر وهز الغوله وبرا جرب العنكبوت كلينا شي حشر. بربي ما فيش قلق العنكبوت تي هو ساعة يصطاد الزبان والوشويشة. يزيني مزمار يزي مزمار ومن بعد انتي وقتك خرجوا الفروشات يتسمشوا وانفضوهم على قاعدة. فهمت؟ لا نخرجهمش ما نخاف عليهم لا يضربوا بقلة زيادة من الشمس. انا نحبها تضرب وتضربهم البقلة. بايب الله خاطر اليوم في السوق السيد. بابا 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 فعليك يا رسول الله كل شيء بالصف. حوانت الكل الززار بالصف الخضار بالصف. عيت عيت وكتافي تهدد. الله غالب الله غالب ما تحبش تسمع الكلام سي محمود. وشنو قلت لك انا السوق لحد ما يتدخلش كرك عملت كيفي رانا مشينا مع بعضنا لسنين تمرناق قضينا. يا ولدي نهار لحد هو نهار راحتي النهار الوحيد اللي نرتاح فيه هذاك علاش نقضي نهار لحد انا. او نور الدين الشلوج. صباح الخير يا رجال. صباح الخير بابا. شنو الاحوال؟ لاباس؟ يا عاد شكون باش يخلص عليا قيوه اليوم؟ ايوا جينا هاشي. باقي بلوشي. بلشني. يا لالا بربي يعطيه قيوه يا عيش. قيوه. اي مقلوبه وسبيسيال عيش بنتي. مقلوبه وسبيسيال. اش معناها مقلوبه؟ يقلب مخك. تسمع لي هذه اللغه ما تفهمهاش. سمعني. انت تحللنا في سكيره. لا خلطت مخر المره هذه. بطلنا الدخان انا ورزوقه. شفني لا دخان لا شيشه. ما يهمش العزيز. عندي واحد صاحبي قال لي شوف يا نوره نوصيك ونزيد نوصيك. السواك لا تبطلهم. لا تشريهم. ما لاش تعمل لهم. يبلعهم. يا
يعيشوا. ايش تعمل في الدنيا تو؟ ما عندي ما نعمل. وخيك مريح طراح. المرأة والوليدات تخدموا وانا مرتاح. والله كل يوم عندي فرية، كل يوم نعرح حد. يعطيك الصحة. ديما يكركر. مالا كركار. خير ما تكركر وتكربين والراحة. يقال لك الراحة تجيب راحة المخ. وقت عاد المادة الشخمة تبدا تخدم وتجيب وتجلب وتطلع لك بافكار من الواد. ما سيدي عجيب يا سينوس. والله يا سيدي. والله قال لك وتخليك فهمتي لقمة باردة حاضرة انني بناني. والله والله فرحان بريحته. اول لقمة الباردة تنزل باردة وسلاما. مالا يا خويا فرق بين تلقى وريقة بعشرين دينار طايحة في القاعة انني بناني وبين تخدم عليهم نهار كامل. وديما تلقى الكارت ابو 20 لو على القاعة. اللي ما يشقى ما يلقى وليدي. يا خويا دبر على روحك. قال لك اذا كان تلقى شقا وتعب لا تبدلو. كفايه المثل عاودولي. لا تبدلو لا بشقا لا تعب هذاك. اذا لقيت الزهو والترب لا تبدلو لا بشقا ولا بتعب. يا عين عليك هذيك هي. قال لك فهمتي عاود قال لك باقي قال ديما يقول قال لك قال لك بالله يقول لي مالها هاك ديما تشكي وتبكي انت يا زي خطاك يا راجل. هذاك معون صنعة معنا احنا برك اي معون صنعة باش ما ياخذوكش بالنفس. حشيك وياخذوك بالعين ويعطوها لك لا تقرا ولا تكتب. حشيك حشيك حاسدين ومسيك مسكين. سقف سقف نوره والله يسلم. صباح الخير ماما. صباح الخير. شبيك لتوا ريحت شبيك؟ وانتو ما تخليوه شكون يرقد لكن ما هيجين الدنيا. اش فما وانتي باش تهيج معانا على خاطر حاجتي بيك؟ اش فما زاد اكا جنينة الحشيش كلاها الغلة تتساقط في القاعة يا عايش ولدي برا نظفها وحوضها. لا لا ما نجمهاش انا جنينة. زيد عندي تكويرة اليوم راه. قلت لك تنظف الجنينة كلمة واحدة ما تناقشنيش. هكا هو انهار على عمار اليوم. مالا هذه فلسفتك في الحياة سينورا؟ أبابسد يا خويا. يلزمك تعمل هكاكا. يلزمك تكون تحت حشمس. ما يثق بيك حتى حد تحت حشمس. والمفيد يلزمك ديما الشحبه. ديما وخايك منزر منتف ما عنديش. ديما تشطفي ما عنديش. ديما تسخف. إيه مالا. يلزمك هكاكا. ريت بقواها الفلسفة هذه. شيء كبير هيا طبعا نقول لكم بخاطركم. لا لا زيد لا لا يا راجل عاد زيد اقعد جيبوا لي قهوه اخرى اللي عندي تسقيره ما حبيتش تعطينا سقيره وحده جينا وحده ما عادش نتكيف. والله شنو يا راجل خلينا نزيد رشيفه ونمشي وش حزت تصلحوا لي نزل فيها يبقاو يا قوادي. قال لك الجزار يسالني عندي كريدي عنده بربي وش باش تعمل معاه تو؟ ايش عندي نعمل تو؟ نمشي نرمي له ورقه ب 20 دينار ونزيد نكرتي من عنده وهكا باش نحيي لحبل على الجراره. ايا تشاو تشاو سلامة سلامة. شنو مازالوا منهم النوامر هذو؟ شنو شنو التحفه هذه؟ مازالوا منهم مازالوا منهم وماشيين ويكثروا. هذا اخترع البلاد الناس هذاك الماكله والرقاء ياكل ويرد على بدنه. والله ساعات نعرفه في المرشي يشري بثمانيه ساقين هرقمه يبدا حاططهم في الفريجيدير ومصففهم كدبز الماء. واه هكا شبيك وريحك الدوز شفت روحك شحمات سليمه. انا ما فضلت توسخ. ايش بي صبات مطاط للاناقه والخرجات. ان شاء الله نحضر لك بيه ليله عرسك في الثانيه نتاع المغربق راجلك. راجلي راجلي شرفك يعرفك كان جاهوني روك جنية الخامجة دي كرا وردها جنة. مش كيفك انت خربشتها النهار ردت لي حين الدار خامجة هكا. ما لا تعرفش كيفاش راجل تقول له عاد يجيك والنهار ده حد ياخذ منا جنينة. الراملوب يخدمني. شنو الراملوب هكا تكلم خوك؟ ها هكا تكلم شو هذا؟ يا شو كسر الدنيا تو ديما العرس وش يقول تو حاسين عليه؟
هاي قريتك هدت لي كتافي. الله الله عليك يا جايب المليح، جيت في وقتك. اش ثم زاد؟ نسيت ما قلتلكش دبوس القاس قريب تفرق، يلزمنا واحدة جديدة. تو هكا حياة تو هكا هكا نهار راحتي هكا تعمل فيا هكا. ها شعملتلك تو العشية نجيب لك واحدة جديدة. لا يا غلبة، تي هو صبيحتي غليت عليها الحليب لون نارها مبدل، والكسي إذا كان بدا يفور ونقص عليه يعجل. باهي يا لالا، تو نجيب لك دبوزة. الشفاء عليك يا رسول الله، الشفاء عليك. شو ذكا هو عاد مسؤولية ودار وأولاد، اش تحب مالك؟ ماني نعرف روحي، ها نعرف دخلت في عمر الحمالة، نعرف شو استنى فيا. حشيك، أنت غزالي برطع. شنو غزال؟ ها هاني نبرطع، ها هاو نبرطع. هكاك يلزمك حرسينوه الجملة. مش عادني يا مريم، شنو حوالك مريم؟ لاباس؟ لاباس، هاكا جبت لك الغولة نتاعكم. شنو هو اليوم يظهر لي فيك حصلت في القضية؟ أوه اسكت عليا، اليوم صبح دارنا مقلوبة سيفيها على عليها، وذي نهار حد لي زعما زعما نهار نتاع راحة. تعرف من الستة صبح الدار كي ديوان الورق ليا، وبابا عنده كل فيقة اللي تفيق الموتة من قبرهم قومتني مرعوبة. نحنا من الخمسة كان ما عجبكش، أمي ظهر لها تبدل بيت السالة والفطور في بيت النوم، وبيت النوم في بيت السالة والفطور. ملا طلع. عاد قلتلك سي بابا يشد بيت البانو، تجي ماما تدق عليه، يخرج هو تدخل هي، تجي شريفة تدق عليها عسيلو، ومن بعد هو يحل الراديو. وللا شريفة عندها مسلسل تاع حب ما نعرفش فيه نقانية تقوم تفرج فيه على الصباح. يعرفتو لو كان ترى المسلسل والراجل اللي فيه يقتل يقتل يقتل. شد لي روحك مشي شي تموت. عاد قلتلك ومن بعد تختمها ماما ونادية، واحدة تحل إذاعة شباب والأخرى تصبحنا بميتين ألف قضية وقضية. حسيلو وش باش نقولك، الشفاعة يا رسول لا من نهار لحد شنكرو. توما الأخرى عندكم شكون يعاونكم؟ أمانة ديما واحد يوحلة في هالدار، وحنا قضيتنا عربي، أمي تحبني يدي بيدها، وعماد خويا ما يعاونش حتى القضية مشي راه ما يقضيهاش. يا رسول الله راني راه قرني كتف راه قرني قرني. هذا هو كيسليم خويا. لا عاد سليم قضاء، هاو شفتوا اليوم ينظف الجنين. وانت كيف ريتو؟ شنو حطيت صرافة على صرافة وطلعت عملت له تصويرة؟ يا عاد مريم شو كي حشمت وهبطت راسها. اي خليك. تشاو تشاو. صباح خير حياتي. صباح الخير. ما تقوليش بيكم في حالة اهب قصوى اللي في الكوجينة واللي ينظف في الجنينة واللي متصعبت في السخوفات. هذاك حال اللي عنده دار ومسؤولية. ولا فهمت علاش ما نحبش نتزوج؟ تتزوج انت ترتاح وترتح بنت الناس. حوسه وي من يخيتك تقضي لي قضيه هكا التلفزه عندها نهارين تصويرتها بدغتش تطلع تريق لي لونتين. اما رد بالك تمس البارابول. لا نطلع لا نمس البارابول لا نمس لونتين، انا نهار لحد نهار راح والاستجمام تاعي. بالله بالله مزعيم كنت تتبسك قدام التلفزه تتفرج في الكوره. ما باهي باهي. صباح خير خالي حسن. صباح خير يا مريومه يا اشب طفله في الحومه. بربي يزيني قالي مريومه وقمقومه اشب طفله في الحومه. اليوم قولي يا مشومه نقول لك انا. اش عليه؟ ماما صبحت متجنده وتعطي في الاوامر. خملت بيوت النوم. خملت. دخلت الزرابي. دخلت. رجعت الغولة لفاطمة. تيي ماما كملت كل شيء، رجعت وخملت. أي ملا كسبية تمشي تشري دي أربع حيار عظم بس خير مازال حد لقيتو فيه. أوه ماما أما على شرط هذا آخر قضية. لا مازالت قطة معدنوس باش تنقيها وتقشر البطاطا. هاي تقصت عليا الشاهية، مش لازم نشرب بوف من نهار لحد. أوف أوف ينفخ عليك عفريت. والله يا عييت أمي بيا، نبدا نستنى في نهار لحد بدقيقه ودرج باش نرتاح. ترصيلي من نهار الليل وانا نجي ونجري. والله ما نعيش هذيا. احمد ربي يا اخي قضيتكم تاع توا هي تسمى قضيه بكري يا حسره. كنا لا نهفت ولا ناجعوا اي، والقضيه على طول النهار وكامل العام. امي زبيده يرحمها كانت تقوم لاربع متاع الصباح تتوضا وتصلي حاضر، ومن بعد تقيمني انا ومنينة واختي حلومة كل يوم الفجرة؟ اي صيف ولا شتاء نقوم نسيق وسدع وبالمصالحة العربي. يا لطيف. اي وسدع تاع فرح مش لعبة. ما كانش عندنا سبابة نجبدوا المال كله من البير. هاي اشغال شيقة هذيك.
ياهو. وفي الصيف عاد نختاروا التركينه الباهيه تحت الياسمينه باش نبي الحوض متاع الفله والعنبريه والعطرشيه ونفرشوا الكلمه ونجيبوا الجريري والقعدات. راكم تبداو تقاليو فيهم. لا هو كنا صغار ما كيدنا شيء. وك الجريري الصوفه في الصيفه يتخسلوا ويتسمروا. انت تسمر الجريري ويبيع؟ هي يا اخي ما تعيطوش للسماره. لا هو انا سمرت ميات الجريري ونسال كلهم يسمروا. واللي ما تعرفش هذيك خاينها دريحة. ومن بعد نحط دبش القهوة. قهوة تززبة بالطبيعة. مالا ما كانش عنا السوري. ولك القهوة اللي توا طلعت لاموزة اكسبريس ولاش من عزيز تعصر القلب. القهوة احنا كنا قبل نرحيوها ونقليوها قبل كل يوم في رعاه تركية نحاس. راهي بنينة. شنو بنينة؟ ريحتها تزعروش القلب ونزيدوها نكيتها أزهار. هذا كفطورنا الصباح. تهوى؟ هكا ما عندكمش كواسون وحليبة؟ ليه 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 لي. ونقوموا نقضيه حتى للعشرة. بالعشرة عاد نسخنوا البيت. ما كانش نعملوا شوية مشلوش شوية عجة هكية بالحروس صحيين مقلي. ما عاد كل واحدة تشد القرقيف متاحة متاع العدس والكونتيل والكسوة والتبديلة تتترأس. وهكيك القضية على طول النهار وكامل الحق. ليه ياسر الحق. تحب الصراحة عيش طوى خير. هي حسرة والله عيشتنا احنا بكري خير منكم انتم ألف مرة. عيشة الجري والليت من غير فايدة. هاي احضر الفطور. هاي هاني نسقي فيه. محمود يفضلك اللافابو نتاع بيت البان وقت اللي بنتك تسد كامل سرحه. ما الله نعرف انت شنو تو؟ وسع بالك. شنو وسع بالي اليوم نهار راحتي ما تعرفش حياتي شبيك هكا؟ انت نهار راحتك وانا ما نرتاحش يا خيا. حلوه هذه سرح اللافابو ورتاح بعد لو. مرتاح راحت المجنون من عقله. درش هالفطور المحنون. رجلت لونطينة. خمسة على خمسة. خمسة مني وخايتك. شنو هو زادها؟ لبوبة انت علوم بادير في الصالة. صالة العربي الصغير. متفهمش انا خاف من الطيار الكهربائي. انبوبة تحرقت باش تبدلها شنو اللي باش يصير لك. باهي. وين الانبوبات؟ هيك في القجر. اما انت تجي شافة قام قوم ها.
بالك يا سي محمود الا مرتي فاطمه اش تحب تعمل في الدار؟ اش تحب تعمل؟ اه يا سيدي شد روحك بالكدا باش تقلب كل شيء، بيت النوم تردها في بيت الصاله قتلك، وبيت الصاله تردها في بيت النوم، وباش تقلبها سفيها على عليها. يا رزوق يا اخي، حتى انا المراه عملت فيا نهار اليوم بالقضيه، من صباح ربي ملي قمت وانا نجري. نهار كل تبدا تشكي وتتبكي تسقفوا، وانتم ماخذين الحاير لله تنسى اللي واقفين على ديارهم. والله حلال فيكم واحد يولي يقوم لكم نص النهار تتفرجوا شي جرى فيكم. وانت يا اما توره والا فوره، اش مسك فيهم البيوت؟ يا ديني فديت كرهت هالدار، عفتها، نحب نبدل شويه، نغير الموديل. يا رزوقه اش بيه بيت النوم واسع وبيت الصاله ضيق، اش بيه كنت فرهدنا وبدلنا هذا في هذا واستسعنا. خلني نسكت خير. اي يا سي محمود، اي نمشي ونعملوا دوره. اي قوم اي بدل ساعه بساعه اخرى. واحد نهار لحد ما عادش نجم يرتاح في داره، نهار راحه براو بابا براو حوسوا وتفرهدوا وبعتني جاهوني مدوا وجوهكم في دياركم. توا نسكت ولا نتكلم؟ توا نسكت ولا نتكلم؟ توا نبعثك لداركم؟ نبعثك لداركم؟ نبعثك لداركم؟ اسكت واخلص يا رزوقه. تسمع فيها كيفاش تتكلم؟ يا ودي هيا نخرج. تسمع فيها كيفاش تتكلم؟ هكا توا صلي على النبي. وي انسانه ولا يحكموا فينا؟ مساكنات تسخفوا الحجر. رزوقه صلي. سلي يا فاطمه، سلي سلي سلي. محمود يا امي عييت يا امي انت. وانا كليت وانا مليت وانا فديت فديت انا فديت هريت للاختي 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 للاختي. اش باش نقول لك؟ راني من الصباح من الحداش وملي قمت وانا وخيتك على فرد ساق، لا خليت سوق العصر لا باب سيدي عبد السلام، وانا نفركس على روش كفيل تا الماكينة الصابون متاعي بابها ما عادش يسكر، الرغوة توصل لباب الدار. مسكينة. من بعد نروح للدار ما نلقاش عندي فطور، راسات لي طيبت لهم الفطور، قليت لهم كعبتين عظم. مسكينة. يفضلكم يفضلكم. هاكا عاد من بعد اختي راسات لي لميت الحوايج المسخة جبتهم باش نغسلهم في ماكينة الصابون متاعي. مسكينة. توا نحكي معاك والبدن متاعي سطر. مسكينة. تليفون قوم. الو شكون معايا؟ اهلا تالي ليسا با اي جماعة الكل هوني. اوكي اي باي باي. كانت متوقعة باش تجي تعشى بحذينا هي ولادها. أبو حذينا باش نتعشى بحذيكم. مرحبا بكم الكل. قوم انت قل لي هبط الحوايج مستحة؟ هبط. وانت كملت الحديدة؟ كملت. حسام من يخطر؟ نعم. امشي شيل الخبز. يوزن السياح. انت هز الحوايج حطهم في الباكينة وبرت لها بالعشاء. ما تنساش باش تعمل لنا فاي مسلاطه مشويه وبزيت طن. تو اي تو ضيفه بو زيد عليك سلطه تاع بريحتها. ما زالناش صابونه نزيدو نكملو صابون الناس، عندنا غساله نحنا لهنا. اش بك تتكر موحدك يا بنيتي؟ تو ما بيا بجاه ربي نهار كامل ونحن نسلتو في القضيه تجيك لاله عاليه وتجيب صابون. لواش؟ قالت لك ماكينتها تكسرت. تكسرت؟ كسر ولا كرايه معاه؟ اش كسرها؟ مله ملكنها غالية وعزيزة، كل ما في الدار دقدقت وكسرت وبالعصب والهبال متاعها. مش هم الهبال والعصب برك، قولي من الدليل متاعها، حوايجها هي خرجتهم تقولي ما القلص. وحوايج ولدك، حوايج ولدك الرقاب نتاع السواري نتاعو يتكركشوا بالسكينة. يزي بنيتي ما تزيدش عليا، ما تزيدش عليا يا بنيتي. ما تزيدش عليك، ما فهمتش يا ولدك كيفاش ما هججهاش لتو؟ يهججها، يحبها ويموت على التراب نتاع ساقيها. وقال لك انسان كيف مرتي تقطعوا من الدنيا. حسو ليه في الدرب ولا فيه البركه و الو ها محمد اهلا. اش فيك ما تعديتش؟ ربي عينك ربي عينك. هكا ها استعدى توا. ايفي انا نستنى فيك ميرا. بابا محمد سلم عليكم، قالكم جاي تو خدمة يا بن عروس.
ليديا قلتلوش يجيب لنا علوش ولا دندون عملو محشي. انت تحبش عجل الخير ضامرة برطعم دندون في البركة وانت حقا شبين ما عجبكش للا جاك كان هو زايدة ما جينيش على المزاغة يا الطريق ملا أم باية شنو واش تم واش مش نطيبوا ليهم هالمجريش الكل يدبروا على رويهم انا باش ناخذ كويس حليب وكعيبه غله وماشي نصلي ونرقد على روايحتي دبرتيها حتى اني مش نمشي حتى خالتي فاطمه مطيبه محمصه بالفول والقديد مش حرت علي انا في الدار هي وذني هكا هو روحي روحي لا يرحم من مات وليد شتي شهوه يديرها في عشي هذه ما حدش تعرف ولا تمرصطع هاي عبد الله 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 زايد معاك يا جايب مليح السلام عليهم شفتكم مطبقة زايد هو يعني على الكيس ما هو باش ناكلوها يا اخويا بيتزا باش نحلو بيتزارية تليفون التليفون واحد تليفون في شغل في براوش في التليفون يا وليدي اهلا التليلي لاباس باهي باهي بسلامة ليلي خاطيكم ما طيبوش العشاء على خاطر باش تجيب لنا البيتزا نهار سمع بالبيتزا محليها نهار لحد ومحليها لما في داركم نهار طلع حد في دارنا لا يوريه الحد